السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، من الصفين التاسع والصف السابع، الصف السابع في منهاج البتر يونت 9 الوحدة التاسعة، أما بالنسبة للصف التاسع فإحنا بيونت 11 بمنهاج البتر أيضا. Today we're going to talk about punctuation marks and capital letters. إذا أنت نضع أدوات الترقيم المناسبة وأنت نضع الكابيتال لتر. Let's see it together. One، النقطة full stop تأتي في نهاية الجملة التعبيرية ولا يترك قبلها فراغ، إذا ما في قبلها سبيس، هذا واحد. اثنين، تيجي في نهاية الجملة التعبيرية، فباش بحكي مثلا my name is Reha full stop، انتهت الجملة I am a teacher full stop. اما بالنسبة لإشارة الاستفهام فبنحكي عنها question mark، فتأتي في نهاية السؤال، وايضا مثل الفول stop مثل النقطة لا يترك قبلها فراغ، فبنيجي بنحكي مثلا are you a student question mark yes I am who is he من هو، اذا he is a student and full stop. اذا بنلاحظ هنا الكويستشن مارك تأتي في نهاية الكويستشن، طبعا في نهاية السؤال، وما بيجي قبلها أبدا سبيس مثلها مثل الفول ستوب. أما بالنسبة للفاصلة فهي الكوما، فتشير إلى توقفات موجزة عفوا لربط جملتين تمتلكان فكرة واحدة أو لتعداد أكثر من اثنين. مثال لتعداد أكثر من اثنين فباجي بحكي there were a lot of people in the room، هناك عدد من الأشخاص في هذه الغرفة، منها teachers، ببلش أعد teachers comma students comma and عفوا students and parents. إذا لما عد أنا أكثر من اثنين فبستخدم الكوما من أجل العد أو من أجل طبعا توقفات موجزة لجملة تحمل نفس الفكرة. أربعة، نستخدمها للاختصار، من هي الأبوستروفي. طبعا الأبوستروفي بتشير للاختصار وأيضا بتشيرني لأيضا الملكية. إذا أمثلة عليها خلينا نشوف مع بعض. للاختصار بحكي is not، مثلا أحكي is not بحكي isn't، you have you've okay. أما بالنسبة للملكية فهي علاقة شخص بشخص أو علاقة شخص بشيء. خلينا نشوف عليا sister أختها لعليا okay. The teacher's bag، إذا الشنطة تبعت مين؟ التيتشر تعطي المعلمة. إذا علاقة شخص بشخص أو علاقة شخص بشيء. The last one for today is capital letters. إذا الحرف الكبير في اللغة الإنجليزية متى أقوم باستخدامه؟ في بداية الجملة مثل ما إحنا شايفين، باجي بحكي they bought food، إذا التي بنلاحظ أنها capitalized. ضمير أنا البرونون I، دائما أنا I في أي sentence لازم تكون capital letter. بنلاحظ هنا بداية الجملة مثل ما حكينا capital. أما بالنسبة للأيام والشهور days and months، دائما الأيام والشهور بتكون capitalized also. أما بالنسبة للأسماء بغض النظر عن الاسم اللي عندي علم أو غيره، عندي مثلا جوردن عمان عمر وغيرها، دائما بتكون capital letter. That's all for today. Thanks for listening. Teacher Hamkimas always with you.